اولا رمضان الحمد لله سهل ماهل كما كنقولوا غزال بالاجواء ديالو بعاداتنا وتقاليدنا. فرحانه بزاف انني هذا العام دوزته في المغرب وكنقول عواشر مباركه لجميع الناس اللي تيشوفونا. وفريمون رمضان في المغرب ما كاينش بحاله. بيان سور دخلت الكوزينه من بعد ماستر شيف شويه تحكينا وتعطينا الريحه وتعلمنا بزاف ديال الحوايج. فريمون تجربه اللي استفدنا منها بزاف. وليت كندخل الكوزينه وليت محبه انني نطيب في الكوزينه. انا ندخل الكوزينه قبل ما كانش عندي داك الشيء في راسي نهائيا، ولكن الحمد لله دابا وليت ندخل الكوزينه وهذيك حاجه كتبشر بالخير.